بسم الله الرحمن الرحيم. أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحابة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين، والذي نحتفل وتحتفي الدنيا بمولده بعد ساعات، جاء فكان بشيرا للنور وللهدى. لعله فأل حسن أن تكون انتخابات نادينا النادي الأهلي في هذا اليوم العظيم، فليبعد الله عنا كل مسيلمة كذاب في الإعلام الرياضي وغيره، فليبعد الله عنا كل ابن سلول منافق، فقد وجدنا في الإعلام في الآونة الأخيرة وبالتحديد في تلك الانتخابات كم من مسيلمة كذاب وكم من ابن سلول. لم أرى في حياتي ما رأيته في تلك الأيام الماضية. سنوات كبيرة وكثيرة تخطت 30 عاما في مهنة الإعلام وبالتحديد في الشاشة والراديو. ما ترونهم كانوا بعضهم لاعبين وبعضهم كانوا أطفالا وبعضهم ما كان يتصور العقل أن يتصدروا الشاشات. ابتلينا في الإعلام وبالتحديد في الإعلام الرياضي بمن؟ بفيروس تفشى في الإعلام، ولا ليته كان مختبئا ولكنه عاريا تماما، عاريا استريبتيز رياضي لم يترك قطعة من ملابسه إلا وخلعها على مر تاريخه. تعرفونه وأعرفه، من الكارثة أن له لا يعرف أن الناس تعرف. ما أشد تلك الأيام على نفسي وأنا الذي تربيت في إعلام محترم، كان المذيع مثقفا ومثقفا، أصبح جاهلا ومضللا ومضللا. تلك أيام كنت أتمنى ألا أراها، فنادينا الذي نتباهى ونفتخر به أصبح عرضة لأصحاب الأجندات والمصالح وأصحاب الإعلانات واللافتات الإعلانية. من لم يأخذ مصلحة في النادي الأهلي كان عدوا وكان بعد أن كان صديقا. عندما عمل في النادي كان هذا المجلس هو أعظم مجلس، وعندما تركه لأسباب لا داعي لذكر بعضها أصبح هذا المجلس مخترقا وهذا النادي مخترقا. أشياء لم نكن نتمنى أن نتحدث عنها. فهذا النادي منذ إنشائه ومنذ تولي ميسي الأنس في أول من تولى عرش النادي الأهلي وتبعه رؤساء ورؤساء، لم يتدنى البعض في الإعلام إلى هذه الدرجة. لعنة الله على المصالح والانتخابات الذي تجعل الناس يقومون بتلك كل هذا البهتان. من أجل ماذا؟ من أجل من يتشدق بالقيم والمبادئ؟ أين تلك القيم والمبادئ عندما تكتزئ وتكترئ على من يجلس على كرسي النادي؟ من أجل مصلحة؟ من أجل أن تريد أن تأخذ قطعة؟ من أجل ماذا؟ ولكني أحمد الله أن الكل يعرف، أن الكل يعرف والكل يعرف. ولا يمكن أن الأكاذيب تطل على أن الأكاذيب من الممكن أن تنطلي على أعضاء النادي الأهلي. فالحمد لله أن أعضاء النادي الأهلي على قدر من الوعي يجعلنا نثق تماما أنها لن تكترس بما يقوله المخرفون. إذن نقول لأعضاء النادي الأهلي ولأعضاء الجمعية العمومية، لم تأتي من قبيل المصادفة، بل أنه أمر رباني أن تكون شهادتكم غدا في يوم مولد الرسول سيد الأنام أجمعين. فلتعلموا أن هذه هي شهادة وستقابلون الله بها. ولكم لما شهدتم على هذا ولم تشهدوا على ذاك؟ فأيها السادة، أيها الأعضاء، رتبوا إجاباتكم، رتبوها، فلن يكون لإعلام مضلل ولا لإعدام مخرب أن يؤثر في صوتكم.
عندما جئت إلى هنا جئت بخبرات 30 عاما من أجل أن نقول هذا هو نادينا وهذه هي أخلاقيتنا. عندما جئت ضيفا عليكم وأنا أعلم أن تلك المرحلة قد تضر كثيرا، ولكن لا شيء يعلو فوق الأهل، فكلنا فداؤه حتى من بعد من نعرف عنهم أخلاقياتهم. والله لولا أن المجالس أمانات لقلنا الكثير والكثير، حتى إنهم ليس بالمهدية عندما يكتزئون من الكلام. يا سادة، إياكم والسمع لمن تعرفون عنهم البهتان والزور. نبدأ نقول في الأخبار. قال اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي إنه عقد في الفترة الماضية اجتماعات مع جميع المرشحين للانتخابات المقرر لها غدا الخميس، لافتا إلى أن الاجتماعين شهد الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية. وأضاف شمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة أن الاجتماعات الماضية تم خلالها الاتفاق على كل الأمور التنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية، لافتا إلى أن المرشحين في الانتخابات حضروا الاجتماعين في حضور الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات. وأوضح المدير التنفيذي أن بعض المرشحين طلبوا حضور 10 مندوبين لعملية الفرز في الانتخابات، لكن النيابة الإدارية رفضت الأمر حيث لم يكن ممكنا لصعوبته بسبب عملية الازدحام، حتى تم الاتفاق في حضور الهيئة القضائية على أن يكون لكل مرشح مندوبين في عملية التصويت و5 مناديب في عملية الفرز. وأردف شمس عملية التصويت ستتم تحت إشراف القضاء وفي حضور موظفي النيابة الإدارية، بعدما رفض بعض المرشحين لتواجد موظفي النادي لتسجيل بيانات الأعضاء المصوتين. وأكد المدير التنفيذي مجلس الإدارة فوض المهندس محمود طاهر بصفته رئيس النادي في اتخاذ القرارات العاجلة، لذلك تواصلت معه بشأن طلب المرشحين عدم تواجد موظفي النادي في عملية تسجيل البيانات، ووجه طاهر بضرورة تنفيذ كافة طلبات المرشحين. واستطرد شمس تم تغيير صناديق التصويت في الانتخابات بناء على طلب بعض المرشحين، رغم أن الصناديق التي كان قد انتدبها النادي تم استخدامها في انتخابات بعض الأندية مثل الصيد والجزيرة. وأكد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه سيواجه أي خروج عن النص في انتخابات النادي المقرر لها غدا الخميس بحزم وشدة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي تجاوز. وقال شمس في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة: أصدرت تعليمات مشددة للمرشحين ومندوبيهم بعدم وضع أي صور أو ملصقات رعاية داخل النادي. وأضاف: أي مرشح أو مندوب سيخالف التعليمات سيقابل الأمر بكل حزم، وأيضا لن أسمح بأي تجاوزات داخل خيمة النادي. وأوضح المدير التنفيذي: اتفقت مع النيابة الإدارية على اتخاذ موقف قوي تجاه أي خارج عن النص في الانتخابات. ويقبل المدير التنفيذي للنادي الأهلي كيفية وطريقة التصويت ويقول إن بطلان استمارة الانتخابات سيكون بطلانا كلي وليس جزئي حال وجود أي قشط أو شطب أو أي خطأ بورقة التصويت. وأضاف شمس في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمقر الجزيرة اليوم الأربعاء: ورقة التصويت موضح بها كافة التعليمات الخاصة بعملية التصويت في أعلى الورقة. وأوضح المدير التنفيذي: الورقة سيكون بها مكان مخصص لمنصب الرئيس وبه المرشحين ونفس الأمر للنائب وأمين الصندوق والأعضاء فوق وتحت السن. وأكمل شمس: إذا قام العضو بترك منصب الرئيس
دون أن يختار أي مرشح أو قام بوضع علامة على أكثر من مرشح، ستكون الورقة كلها باطلة. وليس منصب الرئيس فقط، ونفس الأمر في المناصب الأخرى وباقي الخانات في الورقة. وأشار المدير التنفيذي إلى أن التصويت يقوم بحضور العضو نفسه، وإنه لا يعمل بالتوكيلات في العملية الانتخابية، لافتا إلى أن العضو الذي يحق له التصويت هو المسدد لاشتراكات عام 2017. وأوضح المدير التنفيذي أيضا أن الدخول للإعلاميين والصحفيين والمصورين المكلفين بتغطية أخبار النادي إلى مقر الجزيرة غدا الخميس سيكون بالبطاقة الإعلامية الخاصة بالنادي. وأضاف شمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة، الدخول للإعلاميين والمصورين سيكون ببطاقة الإعلام الخاصة بالنادي لكل صحفي يحملها. وأوضح أن الإعلاميين والمصورين الغير حاملين لبطاقة الأهلي الإعلامية والراغبين في تغطية الانتخابات غدا عليهم إحضار خطابات رسمية من مؤسساتهم الصحفية واعتمادها من الدكتور ياسر أيوب مدير قطاع الإعلام للسماح لهم بالدخول للنادي. وأكد شمس أن الصحفيين والمصورين سيكون مسموحا لهم بدخول النادي فقط ومن خلال بوابة النادي المواجهة لمستشفى المعلمين، لكن لن يحق لهم دخول خيمة الانتخابات سواء في فترتي التصويت أو الفرز. وأشار المدير التنفيذي للأهلي غير مسموح للقنوات الفضائية بدخول النادي غدا، علما بأن قناة النادي الأهلي هي الوحيدة المسموح لها بتغطية الانتخابات، وعلى أي قناة ترغب في الحصول على الإرسال عليها التفاوض مع قناة النادي. وأتم المدير التنفيذي: سيتم مد جميع الصحفيين والمصورين بكافة الأخبار والصور من خلال المركز الإعلامي للنادي، كما سيتم نقل تفاصيل ما يحدث داخل الخيمة من خلال قناة الأهلي عبر شاشات كبيرة سيتم وضعها داخل النادي. وكشف أيضا اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية غدا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة. وقال شمس إن عملية التسجيل والتصويت في الخيمة الانتخابية ستبدأ من 9 صباحا وحتى 7 مساء، لافتا إلى أنه لن يكون هناك فترة مد لعملية التسجيل والتصويت، وإنه في حال تواجد أعضاء في الخيمة بعد انتهاء عملية التصويت سيتم غلق الباب وعدم السماح لأي شخص آخر بالدخول حتى ينتهي الأعضاء بالداخل من التصويت. وأوضح أيضا المدير التنفيذي للنادي الأهلي: العملية الانتخابية ستكون صحيحة بحضور 10,000 عضو، وحال اكتمال النصاب بعد غلق التصويت سيبدأ الفرز مباشرة. وأكمل شمس: تم تخصيص مكتب صغير خارج خيمة التصويت سيتواجد به 3 موظفين لمساعدة أي عضو لا يعرف مكان لجنته أو رقمه، كما أنه لن يسمح بالتسجيل لأي عضو إلا ببطاقة العضوية والبطاقة الشخصية أو جواز السفر. وأشار المدير الفني مدير التنفيذي للنادي الأهلي إلى أنه سيكون هناك حافلات أمام مقر مدينة نصر وفرع الشيخ زايد كل نصف ساعة لنقل الأعضاء إلى مقر الجزيرة للتصويت في الانتخابات. ومن المدير التنفيذي للنادي الأهلي إلى الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي: قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توقيع غرامة قدرها 1,000,000 جنيه على أي لاعب في فريق الكرة يتواجد في مقر النادي بالجزيرة غدا الخميس أو يشارك في فعاليات العملية الانتخابية في ظل وجود قرار رسمي من مدير الكرة بالابتعاد عن العملية الانتخابية. وكان الجهاز الفني قد أعطى تعليماته للاعبين بعدم المشاركة فيها من قريب أو من بعيد، حفاظا على ثوابت النادي التي تمنع تدخل اللاعبين في مثل هذه الأمور. يذكر أن الجهاز الفني قرر نقل تدريباته إلى استاد القاهرة صباح غد الخميس استعدادا للقاء إنبي في الدوري مساء السبت.
دي كانت الأخبار من المدير التنفيذي ومدير الكورة. مدير الكورة قالها صراحة، لن يتم التدخل واللاعبين ده، حتى كمان اللاعبين اللي عندهم عضوية أو المشتركين لن يسمح لهم. طبعا هو حرمان بعض اللاعبين، ولكن الأهمية الأكبر ابتعاد فريق الكرة، ففريق الكرة هو فريق النادي، ليس له علاقة برئيس أو بعضو، إنه فريق النادي الأهلي. هناخد فاصل ونستقبل ضيفنا. أنا بس هبتدي أول مقدمة كده، اللي تم في الفترة اللي فاتت حصل اجتماعين مع السادة المرشحين كلهم، شرحنا كل الإجراءات اللي هتتم، اللي هشرحها لحضرتك دلوقتي. الاجتماع الأولاني النقطة المهمة اللي كانت فيه إنه بعض السادة المرشحين طلبوا إنه يكون كل واحد من المرشحين له 10 مناديب لحدود عملية الفرز. طبعا عدد كبير، لان في 35 مرشح في 10 350، غير ان هو عنده 2 الصبح تاني، غير الناس اللي قائمين على عمليه انتخابيه، فكان الموضوع هيبقى صعب جدا. لكن ما حبيتش اقف قدام الحته دي كتير، على اساس ان انا احاول اريح كل الساده المرشحين في الانتخابات ان شاء الله، وتركت الموضوع لاعضاء النيابه الاداريه، واتفقنا على بعض الاتفاقات. وكان حتى من ضمنها ان كان في الصندوق اللي هيتم فيه وضع صوت الساده الاعضاء الجمعيه العموميه، اعترض عليه البعض برضه نزولا على طلبهم، وغيرناه وعملنا اللي هم عايزينه، على الرغم ان انا في انتخابات نادي السيد والجزيره لقيت نفس الصناديق اللي احنا كنا جايبينها. لكن برضه عدينا النقطه دي عشان عايزين نبعد شويه عن اي حساسيات او مشاكل، وما يبقاش في توجيه ان الاداره او الاداره التنفيذيه ليها اتجاه مع حد على حد. الاجتماع التاني اللي بعديه يعني كان في شده شويه، لكن النيابه بقى رفضت مبدا العشره، وقررت ان هم هيكون كل مندوب كل مرشح له 5 مناديب اثناء عمليه الفرز، و2 اثناء عمليه التصويت. فبرضه ده وافقنا عليه، رغم ان انا شايف العدد ما زال كبير، لكن وافقنا عليه. في نقطة تانية، كان احنا جالنا جواب في شهر 10 يوم 12، مدير الشباب والرياضة في القاهرة اخترتنا ان هي مفوضة من قبل اللجنة الأولمبية للإشراف على انتخابات النادي الأهلي. ومطلوب مننا نحدد موعد للانتخابات. بعديها بأسبوع جالنا جواب تاني برضه من مدير الشباب في القاهرة. وقالت انها برضه مشرفه على الانتخابات، وعايزين نحدد الميعاد مع تلافي يومي 24 و25، وممكن يبقى الانتخابات 27 28 30. مجلس الاداره اجتمع وقرر انها تبقى 30 لانه عطله رسميه. كان ممكن نعمله 27 28، بس لقينا ان ده هيبقى اثناء الاسبوع، المكان بيبقى زحمه، وفي وسط الاسبوع زي ما حضراتكم عارفين بتبقى الدنيا مش يعني مروريا قدام النادي بيبقى الموضوع صعب قوي. فقلنا 30 وخلاص، وابتدينا اجراءاتنا على كده. اتفاجئنا بخطاب اخر ان تحول الموضوع الى مديريه الشباب والرياضه في الجيزه ان هم اللي هيشرفوا على الانتخابات. طبعا كلكم عارفين، بس عشان يبقى كلام واضح، ان احنا عندنا مشكله مع اللجنه الاولمبيه بخصوص اللائحه، ده موضوع في التحكيم هيشوفه يعني. فبعتنا اللجنه الاولمبيه بناء على الماده 16 من اللائحه الاسترشاديه اللي اللجنه الاولمبيه هي اللي حطاها، ان انا من حقي كنادي اهلي يبقى في اشراف قضائي وعدد كاف من المعاونين. فبعتنا قلنا انه موظفين النادي الاهلي هم اللي هيعاونوا في عمليه تسجيل الاسماء وليس الاشراف على الانتخابات. اللجنه الاولمبيه ردت علينا بان هي موافقه على اجراءات النادي الاهلي. فخلاص كده يبقى موظفين النادي الاهلي هم اللي هيسجلوا برضه، بس بركز على حته تسجيل الاسماء، يعني هو ملوش تدخل في اي حاجه. حضرتك هتديله البطاقه العضويه، هيسجل اسمك، هتمضي وتاخد ورقه الترشيح من القاضي اللي موجود، وتحط صوتك وتتحط في الصندوق. لما عملنا الاجتماع التاني كان في اعتراض شديد جدا على موضوع موظفين. طبعا انا شخصيا على المستوى الشخصي
بثق تماما في موظفين النادي الاهلي. الموضوع ده كان عمل اشكاليه كبيره جدا جوه الاجتماع، وصلنا في هذا البند بالذات قعدنا فيه 3 ساعات. الحقيقه انا برضه ما زال لغايه النهارده في مجلس اداره موجود، لانه في بعض الناس كانت بتسال هو مجلس الاداره ما سلمش النادي ليه؟ فانا بسال السؤال التالي، هو كل المجالس اللي فاتت سلمت النادي قبليها؟ لا، الناس كانت بتنظم اجتماعات، لان كل ولاد النادي الاهلي محترمين ومحدش بيشتغل لحساب نفسه. فكان لازم ارجع تاني لرئيس مجلس الاداره في حته انا بوضحها، اللي بيقول او اللي قال ان ده لازم قرار المجلس، لا، في قرار من مجلس الاداره بيقول ان مجلس الاداره يفاوض رئيس مجلس الاداره في اتخاذ القرارات الهامه والعاجله. وبالتالي انا رجعت للمهندس محمود طاهر بصفته رئيس مجلس الاداره وقلت له انه في مشكله في موضوع الموظفين. فهو الحقيقه الراجل قال لي اعمل اي حاجه بحيث انك تريح الناس اللي قاعدين، حتى لو ان احنا هنرجع لاي جهه اخرى. فكان في اقتراح انه النيابه الاداريه تشرف على كقضاه يشرفوا على الصناديق. فاتفقنا معاهم ان هم حتى موظفينهم هيجيبوهم يشرفوا، او هم اللي هيتولوا عمليه تسجيل الاعضاء. وهم وافقوا واحنا كمان وافقنا. بس في النقطه دي بالذات انا برضو بقول لموظفين النادي الاهلي، انتوا ناس محترمين جدا وانا شخصيا بثق فيهم جدا، فعدم يعني او ان احنا خدنا قرار ان انتوا هتقعدوا تشتركوا في العمليه ورجعنا تاني لغينا هذا القرار او تلافيناه او شلناكم منها، ده لرفع الحرج عنكم. بس احنا نثق فيكم تماما عشان موظفين، يعني عرفت ان هم زعلانين جدا، وبالتالي انا حبيت برضو ان انا اوضح لهم كل الثقه من ناحيتي انا شخصيا كمدير ليهم. يعني اولا طبعا ما انا وضحت موضوع الاسلاك الشائكه او ده كل ده تامين لاعضاء النادي الاهلي. ما اعرفش هو مين اللي زعلان ان انا اامن اعضائي، يعني انا مش فاهم مصلحه مين ان انا ما امن. انا لو اقدر امن بحاجه اكتر من كده هامن يعني. فاعتقد هذا الموضوع انا خلاص كلمت فيه ومش بسمع. انا امن اعضائي ومش مش مش هسمع بقى. لكن هسمع لو في اضافه، هسمع لو في حد هيفيد حاجه جديده، لا حاضر اسمع اي حد يعني. لكن هذا الموضوع لا خلاص، ده موضوع وخلص يعني. حاجه كمان اللي مميزه ان حضرتك اديت تنبيهات على اللي هيفتح المشاكل، هيبقى في اجراءات عدم دخول الاطعمه، الامور دي كلها، الامور دي كلها عايزين نوضح للناس. حضرتك اتكلمت فيها ليه؟ لان دي بتصير بعض البلبله. الناس هتقول لك شيرين بي مانع وشيرين بي عامل مشاكل كبيره والاداره التنفيذيه مانعه، عايزين نوضح للناس شيرين بي. يا فندم انا مش مانع حاجه، انا بحافظ برضو تاني، هو محافظه على الاعضاء ما يزعلش حد. يعني انا بقول اي حد، ما في الهدايا كلها موجوده. يعني انت زي ما عارف حضرتك في بيدخل اعلام، بيدخل كذا، اي دعايه عايز يعملها لنفسه، وبنشوفها في كل الانتخابات اللي فاتت. لكن انا يعني انا برضو في اليوم ده خلاص، بعد ما انا في اجتماعين وفي ناس يعني كانت بتشير ان انا ناحيه حد على حد ولا بتاع، انا خلاص انا كمان زي ما هو متشكك، انا كمان متشكك في تصرف اي حد ممكن يضر النادي الاهلي. فانا مش فاهم ايه اللي ما يمنع. انا عندي كم منفذ جوه وجميع انواع مأكولات، انا ادخل ايه من بره؟ انا زودت كل حاجه في النادي. فخلاص انا مش شايف ان في حد محتاج، انه انا اسف يعني اعضاء النادي يعني مش محتاجين مأكولات يعني من الخارج. وبعدين انا لو حصل اي حاله لا قدر الله جوه النادي انا اللي مسؤول، لا انا مش هبقى مسؤول عن ده. كمان الحاجه المهمه اللي عايزين نشير بيها كمان ان قناه الاهلي هي هتبقى اللي مصرح ليها الدخول ومصرح ليها الاذاعه، وكمان هيبقى في تعاون كبير معاها وبين القنوات كلها. عايزين نشرح الموضوع ده برضه لكل قناه 20 بي. قناه النادي الاهلي دي قناه النادي الاهلي، وبالتالي لابد ان يبقى لها اولويه في اي حاجه، ده وضع طبيعي جدا يعني. وقناة الأهلي هتتعاون بعد ما اتصلت بإدارة القناة، هتتعاون بإنها تنقل لأي حد يطلب منها إنها تنقله، بس هو من حقهم إنهم ياخدوا حصري. ما هو الحصري دي موجودة في كل حتة يعني. يعني إشمعنى جيت عند القناة بتاعتي وإن أنا الناس هتعترض عليه؟ ده حقي أو حق النادي يعني، مش حق أنا شخصيا يعني. وبالتالي لا، ده حق قناة الأهلي علينا. فخلاص يعني هو هيبقى كده يعني. اخيرا رسالتك ايه لاعضاء الجمعيه العموميه غدا ان شاء الله؟ بيتمنى ظهور يوم مميز ليك باسم النادي الاهلي، ما يبقاش في اي مشاكل. شيرين بيه المدير التنفيذي، تحب تقول ايه؟ ان اعضاء النادي الاهلي يعني طول عمرهم ملتزمين، فانا ما عنديش شك في التزامهم، لكن هي حاجه واحده بس، اختار الاصلح لمصلحه النادي الاهلي. ان شاء الله هتعدي على خير، لان ده النادي الاهلي وعضو النادي الاهلي واعي وعارف وبيحافظ على النادي الاهلي وبيحافظ على مبادئ النادي الاهلي، ولازم يطلع اليوم على احسن وجه ان شاء الله. بالنسبه للتجهيزات الامنيه، طبعا مكثفين الخدمات الامنيه من امن النادي وشركه خاصه، عشان احنا متوقعين ان هيبقى في اعداد هائله زي ما بيقولوا.
طيب وزارة الداخلية هتبقى مكثفة من خارج النادي ليه؟ لأن احنا مش هنقول ممنوع بقى نقول غير مصرح لأي حد يخش غير عضو النادي المسدد اشتراكات 2015 2016 2017 ده اللي يخش جوه النادي جوه الخيمة اللي مسدد اشتراك 2017 غير مصرح ولأول مرة وأنا بقول أول مرة ليه؟ في جميع العمليات الانتخابية اللي حصلت قبل كده كان في بانرات تلاقيها في النادي في صور في احنا وبناء على الاجتماع لجنة التنسيق مع اللجنة القضائية وجميع المرشحين مفيش اي لافتة او بانر هيخش النادي الاهلي وطمن الجبهتين انا عايز اركز على الحتة دي لما بنقول مفيش يعني مفيش بجد ودي الاول مرة تحصل اول مرة تحصل غير مصرح لحد من غير الاعضاء دخول النادي وعايز اركز في الحته دي احنا عضو النادي بس اللي هيكون جوه النادي الاهلي وغير مصرح بادخال بالنسبه للهدايا لجميع المرشحين يتفضلوا اي هدايا زي ما قال السيد اللواء شريف لكن بالنسبه للمأكولات اي نوع من انواع المأكولات غير مصرح ليها كهدايا حفاظا على الصحة يعني أنا بضمن الناس اللي عندي والمنافذ اللي عندي بضمنها بالنسبة في حالة حدوث أي تجاوزات أمنية وإذا كان رأي اللجنة القضائية هنفترض بقى جوه الخيمة هنفترض حصل أي تجاوز يعاقب عليه القانون مخالف للقانون سيتخذ إقراء قانوني من عضو اللجنة اللي هو بيعتبر قاضي له الحكم لو حق الحكم في ذات اللحظة جوه النادي بس ان شاء الله هتتم على خير في يعني في ناس قالوا لك حاطين اسلاك شايكة حوالين النادي لا اسلاك شايكة حوالين النادي عضو النادي ما يزعلش منها لان عضو النادي مش هينط من على السور المحاولات احنا بنحافظ على عضو النادي يعني دي حاجة ما تزعلش ومش عايزين نركز فيها قوي يعني لان بالمنطق والعقل اللي بيتكلم كده بيتكلم ليه انت قلقان من ايه ده انا بالعكس انا محافظ على عضو النادي فمش عايزين بس ايه شويه مهطلات بتحصل كده احنا بنرفضها يعني سالتك لاعضاء الجمعيه العموميه للظهور بالشكل المميز غدا ان شاء الله كمدير امن للنادي الاهلي اللي هو سيد ممكن يقول لكل اعضاء الجمعيه العموميه حافظوا على ناديكم كما عودتونا عضو النادي واعي قوي زي ما انا قلت فاهم قوي بيحافظ على النادي جدا النادي الاهلي بكره هيظهر بصوره مشرفه بس مش عايزين اي حدوث اي معطرات انه الاهلي يا ساده وشيم الأولى أنا منهم والأصل يتبعه الفروع هذا ما قاله الأمير المعتمد بن عباد عندما سئل أين هو من آبائه قال أنا فرع من أصل والنادي الأهلي كل فروعه من أصل طيب إنه النادي الأهلي إنه النادي الأهلي من صنع الفتنة في هذه القلعة العملاقة هل من يحب النادي هذا النادي يثير الفتنة من أجل منصب أو من أجل مصلحة سيأخذها من تولي آخر منصب؟ هل الأمور تصل إلى هذا الحد من أجل أجندات أو إعلانات؟ هل الأمور من الممكن أن تصل إلى هذا الدرك الأسفل من الوضاعة من البعض من أجل مصلحة؟ من صنع الفتنة سيجاوب وسيجيب وسيرد عليها سيادة العميد محمد بدر عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي أهلا بك سيادة العميد أهلا بك يا فندم إزاي حضرتك إزاي من صنع الفتنة في النادي الأهلي بسم الله الرحمن الرحيم أنا في الحقيقة النادي الأهلي مؤسسة كبيرة قوي لها اعتبارها ولها قيمتها في هذا الوطن الأكثر اتساعا اللي اسمه مصر وحينما تصنع الفتنة في النادي الأهلي وبواسطة وسائل إعلامية أنت تصنع فتنة في الوطن مش تصنع فتنة في الأهلي في الوطن نفسه بمعنى
بمعنى أنا في تقديري أن انتخابات الأهلي المرة دي فضحت المستور. لأنك أنت النهاردة لما تبدأ تنشر قدر من الأكاذيب بلا حدود، لما النهاردة تنتهك أسرار مؤسسات سيادية في هذا البلد خدمة للانتخابات، لما تكذب قدر ما تتنفس يعني تشتغل بمفهوم ولا تقربوا الصلاة تأخذ لا تقربوا الصلاة. وأنا مش عايز أتكلم انتخابات أهل بوضوح، أنا خايف على بلدي جدا. وأنا هقول لك على بعض النقاط يا أستاذ خالد. أنا فيه فيديو كان للكابتن أحمد شوبير في انتخابات 2004، يا ريت يكون موجود في 2014 في انتخابات 2000 ابراهيم المعلم والمهندس. ايوه في انتخابات 2000. طب يا جماعه يا ثانيه واحده، لا انا عايز اقول حاجه بس قبل ما يبدا. انا عايزك تشوف الى اين اخذت الانتخابات. نسمع الفيديو وبعدين اقول لك رايي. الفيديو جاهز يا جماعه؟ طب اتفضل. خلاص الامر لله، ادي واحد. الحاجه الثانيه، النقطه اللي انت بتقولها هوصل معاك انه المعارضه حكمت النادي الاهلي، هوصل معاك وده وارد بنسبه كبيره، خلي بالك يعني احنا 50% 50%. ما اقدرش اقول لك انه في كفه ارجح من كفه يعني، المجلس الائتلافي الرئيس والقصه يعني. والناس والنبي ما تفهمنيش غلط او ما تقولش ان انا بهول يعني. عايز اقول للناس ارجعوا للي حصل لما ايوه في مصر. ما دي وجهه نظرنا فعلا، صح اتكلمنا كده. وشوفوا لما الاخوان اللي قعدوا طول العمر يحلموا بالكرسي وبالمكان وخدوا حكم مصر، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في البلد من اولها لاخرها؟ البلد يعني كانت داخله على حرب اهليه دكتور. لما انت تشوف الحاجات اللي اتمسكت في عرب شركس الحته اللي قد كده دي كارثه. التلات اطنان متفجرات، مواد التي ان تي، القنابل، المتفجرات، الاحزمه الناسفه، اللي براميل البارود، لا مصيبه سوداء. فانا خوفي الواضح انه اذا جاءت المعارضه لحكم النادي الاهلي وهتبقى في الحكم وهتعرف تشتغل بشكل جيد، هنكون اول من يمد يدنا اليها ونقول لها اهلا وسهلا هنساعدك. لكن اذا جاءت المعارضه وغالبا ما تجيء بغرض الانتقام، دايما انتقام. لا هو احنا شفنا الوزير الرياضه السابق وهتشوف هتعين مين وهتشوف مين اللي هيديرها، لان هو وزير الرياضه السابق بيأيدها وزير الرياضه الاسبق بيأيدها، مع احترامي طبعا بيأيدها. وكل الناس اللي ما كانش لهم شغل في النادي، بص كل اللي ما كانش ليه شغل في النادي الاهلي هو اللي رايح بعيد. لكن النهارده انا بتكلم على فاروق جويده وعلى عصام عبد المنعم وعلى حسن المستكاوي وعلى صلاح السعداني وعلى اخي، انا مش عارف افتكر بقيه الاسماء. كابتن انا عايز اقول لحضرتك انا واثق ان اعضاء النادي الاهلي يا كابتن، دي مهمه جدا. اعضاء النادي الاهلي يا كابتن، النقطه دي مهمه جدا، خلي بالكم منها وانتبهوا ليها، لانه لم يتبقى في مصر سوى مؤسستين. طب اهلي الجيش الله يفتح عليك والحمد لله والشكر لله، الجيش في دكر فمحدش قدر يقرب من الجيش رغم كل هذا. كان يتحدث عن المعارضه، هذا كان يتحدث عن المعارضه، يقصد هذا بمن في المعارضه؟ لا يعني سيبك من الاهل خلاص. لا انا عايز افهم بس. انا هقول لحضرتك هذا يتحدث، انا هذا الذي كان هو كان يتحدث عن المعارضه، هو بيتكلم على باعتباره داعم لقائمه المهندس المحترم هذا الذي ابراهيم المعلم. تمام ماشي تمام. وبيتكلم عن ان المعارضه اللي بيمثلها في هذا الوقت، مع ان المهندس محمد طاهر ما كانش معارضه ولا حاجه. يعني انا عايز افهم يعني ايه معارضه؟ لا ما انا الفكره مش دي، الفكره دي مش دي اللي شغلاني. الفكره شغلاني انك انت تنقل فتنه، انت بدل ما بتعالج فتنه التفجيرات وفتنه البتاع ده، انت بتزكيها. ايه اللي اقحم الاخوان والتفجيرات وعرب شركس في انتخابات النادي الاهلي؟ اي وطن هذا؟ اي عبث بوطن هذا؟ اهلي ايه؟ اهلي احنا طول عمرنا بنشجع الاهلي. كنت بقعد وانا راجل مسن، كنت بقعد وجنبي واحد زملكاوي بنتفرج على ماتش الاهلي والزمالك. هننتقل بالانتخابات الاهلي ده مبكرا، خلي بالك يعني اللي الناس بتشوفه دلوقتي ده حلقه
من سلسله ممتده لصناعه فتنه في وطن، مش صناعه فتنه في نادي. لان انت النهارده لو هتتعامل مع كل واحد يختلف معاك في الراي باعتباره معارضه، والمعارضه دي لو برزت هتفجر في البلد دي وهتقتل في البلد دي وهتموت في البلد دي، انا مش هتعامل معاك ولا انت هتتعامل معايا، لانك انت مجرد ما هتختلف معايا في الراي هعتبرك معارضه، وبالتالي هتبقى قنبله موقوته. هؤلاء الناس لا يدركون ماذا يقولون. انا مش عارف الناس دول واعيين للي بيعملوه، هم فاهمين بيعملوا ايه، ولا الغرض زي ما بيقولوا باعتباره مرض عامي بصائرهم قبل ابصارهم. انا مستفز جدا سياده العميد. بس استناني بس استناني بعد اذنك. مصداقا لده، الكابتن احمد مصطفى اللي هو على قائمه المهندس محمود طاهر قال في 2004 كان طفل صغير وبيوزع للمهندس محمود طاهر، وكان المهندس محمود طاهر في عضو مع المايسترو العظيم كابتن صالح. ففي شيء من الاشياء اللي شفناها في الاعلام، شيء في فيروس الاعلام اللي لوثه الاعلام الرياضي، قال له خد بالك الراجل ده لو جه وانتخبته دلوقتي ده هياخد النادي. هذا الشيء كان مركز من فتره طويله. ادمج بقى حضرتك ده مع الحاله. لا انا بص برضو انا استاذ خالد، يعني نقطه التباين، مش هقول اختلاف اللي بيني وبينك، انا مهموم ببلدي مهموم بوطني. لان اذا كان قيل في الحديث الشريف الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها، فالفتنه مش بس نائمه، الفتنه تصنع. ايه دخل النادي الاهلي بالتفجيرات وعرب شركس والاخوان؟ يعني انا يعني مع الاسف الشديد يمكن ادبنا وحيائنا يمنعنا من كلام كثير، لكن هي دي انتخابات الاهلي اللي من 2014 حلقه ممتده. وانا هقول لك سر هذا الرجل، هذا الكابتن، هذا الاعلامي، برغم اللي قاله ده هو بعد ما المهندس محمود طاهر نجح في الانتخابات، وانا اعلم هذا يقينا، راح له مكتبه وعرض خدماته عليه. يا اخوانا في ايه؟ في ايه؟ احنا بنعمل ايه؟ يعني باي وجه راح له مكتبه وقال له انا في، يعني ما معناه ان انا في الخدمه. لكن انا مش عايز اتعرض للامور الشخصيه، انا مهموم بوطن، مهموم بان انا انقل الفتنه، ابدا الفتنه اصنعها في النادي الاهلي فتكبر تبقى عامله زي اللي القى حجر في ماء راكد فتبدا دوره تتسع. يترك ازاي؟ لا يحاسب ازاي في الاعلام ان يقول كلام زي ده؟ كيف يترك؟ فين الرقابه الاعلام؟ فين الناس اللي بتحافظ على الامن القومي للبلد دي؟ ايه ده؟ احنا بنهزر؟ احنا بنعمل ايه في البلد دي؟ ادي اول نقطه. النقطه الثانيه، شهداء الروضه رحمه الله عليهم رضي الله عنهم، وانا هستاذنك نقرا الفاتحه عليهم لمده ثواني. هذا جرح في قلب المصريين جميعا، في قلب واحد، في قلبنا كلنا، لان كل بني ادم مصري بيراق دمه في هذا البلد بالدنيا واللي فيها. اوظف ده في الانتخابات؟ اقول اصل المهندس محمود طاهر ما لغاش ندوته، ونقعد نقول 27 طفل ماتوا، ونقعد نعمل افلام تراجيدي؟ طب يا اخي تذكر 3 فبراير 2006. هم الناس دول اصلا فاكرين ان احنا الشعب المصري عنده ذاكره سمك، انا بقصد برضه كابتن احمد شوبير. افتكر، تذكر 3 فبراير 2006 لانه جرح في قلبي ما زال حتى الان قائم، حتى وان ما اتكلمناش عنه. والشعب المصري عارف هو دايما يطوي جراحه على نفسه كده ويقعد يكترها احيانا. فبراير 2006 لما العباره غرقت في البحر الاحمر ممدوح اسماعيل، وكان فيه 1400 مصري منهم اطفال بيغرقوا وامه ماسكاه. كابتن احمد شوبير كان بيتفرج على تدريب المنتخب بصحبه الرئيس مبارك او من غير صحبه الرئيس مبارك. هو في التوقيت ده كان نايب في البرلمان، وكان على ما اذكر نايب رئيس اتحاد الكوره، على ما اذكر، لم تخن الذاكره يعني، مش مشغول قوي بتاريخه يعني. طيب انت وانت نايب في البرلمان كلفت خاطرك، طب هذا حدث جلل كان يستوقف ايقاف الدوره الافريقيه، لان اذا دم المصري غالي قوي قوي،
انتوا كملتوا الدورة الافريقية والناس خليتوا الناس ترقص في الشوارع، وفيه لو 1400 لو كل واحد له 3 قرايب بس او 5 قرايب فوق النص مليون مصري قاعدين على شط البحر الاحمر في عز التلج ده مستنيين جثث قرايبهم او خبر عنه. هو عمل ايه لل 1400 مصري اللي قعدوا صارعوا الموج ايام باطفالهم؟ هو عمل ايه وهو نايم في البرلمان؟ راح زار الاهالي دول وراح وقف ساب الدوره الافريقيه وراح وقف على ايد مع الاهالي دول يواسيهم، ولا كنا نرقص طربا للدوره الافريقيه؟ والدوره الافريقيه على منزلتها واحنا كلنا نفرح لما مصر تاخد، لكن ليست اعز من دم مصر واحد. واحد دم مصر واحد بمليون بطوله افريقيه وبمليون بطوله كاس عالم. انتوا هؤلاء يعاملوننا كما لو كنا عندنا ذاكره مش سمك، كما ان هم ما يعرفوش ان الشعب المصري، انا دايما بشبهه بالجمل. تعرف الجمل يجتر كده، يجتر تاريخه ويخزنه ويحتفظ بيه ويستدعيه وقت الضروره. طب تعالى نتكلم يا سياده العميد، انت جبت الفتنه الكبرى، انت ده كله بتجيبه ان ده كله يصب في مصلحه أصلي. من اذا أصلي. كانت الفتنه دي موجوده انا في مصلحه صاحب المصلحه في صناعه الفتنه. انا ما ينفعش انا، وهو ده لو يعرف ان هو ده لو شال سلاح وحارب زي اللي حاربه وعرف يعني ايه قيمه البلد دي وعرف يعني ايه قيمه المقاتل المصري وايه المواطن المصري وكيف تدافع عن المواطن المصري، ما كانش يجرؤ انه يقحم. ليه الانتخابات دي خلع فيها كل الحياء وخلع ليه؟ انا قلت لك الانتخابات الاهلي دي اسمها انت عارف كاشفه، الفاضحه والكاشفه، كاشفه هي في الاخر انتخابات نادي. لا بس هي ما يحدث شايفها ان هي انتخابات نادي ولا فيها ما هو ابعد من ذلك؟ ربما انا احيانا حتى لو عندي نوع من الادراك او بعض المعلومات انا مش عايز ادخل في النوايا. انا مهموم، بص انا والله العظيم يا استاذ خالد انا مهموم بوطن، انا مهموم ببلد فيه ما فيه من الفتن. انت دمك حضرتك ما يحدث في الاهلي مع الوطن. انا لا يا فندم، لا يا فندم، ما هو عشان نتكلم عن الوطن، انت النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه دول مكونات الوطن، مكونات بمشجعيها باعضاء، دول مكونات الوطن. لماذا الانتخابات هذه الانتخابات؟ يعني انت سيادتك حضرت انتخابات كثيره وانا حضرت في النادي الاهلي انتخابات كثيره، وعلى فكره انت حضرتك مستغرب من بعض الاشخاص. بالعكس سيدنا علي بيقول لك ولا خير في ود امرؤ متلون اذا الريح مالت حيث تميل. لما واحد يبقى بعض الاشخاص معروفه بالانبطاح والتقلل، يعني لا تلفت نظري حضرتك لو واحد بقى عنده مبدا، ما هو الطبيعي يعني تلفت نظري دي. لكن الطبيعي ما الاشخاص معروفه، الايطاليين يقولوا لك فيلم ايه، انا اعرف انك تعرف اني اعرف، ما يعني اصلي ما نتكلم في حاجه، لان لو اتكلمنا عن الاشخاص هناخد اوقات وهم لا يستحقوا. لا انا ما بتكلمش عن اشخاص. الاهلي لماذا يحدث؟ انا بتكلم عن احداث. طب لماذا يحدث في تلك الانتخابات؟ انا هقول لحضرتك اهو، يحدث لانه انت لما يصل بيك، انا مش عايز اقول لفظ صعب، يعني حينما يصل بالبعض مستوى الانحطاط الاخلاقي بانه يوظف دم لم يجف بعد جرح وطن للانتخابات، ايه ده ايه السفه ده، ايه ده؟ لا ده مش سفه، ده ستريبتيز. لا انا يستعدين يخلعوا كل ملابسهم لاجل اجنده ومصلحه. انا هقول لك، لان انا لو انا وهم كلهم اخواتنا وابنائنا، لما اقعد اشوف كده اقول الله ده احنا اخواتنا واهالينا ماتوا والنادي الاهلي بيعمل ندوات. طب يا اخي انا شخصيا كنت واحد من مشاركه في السنزافه 73، لم التفت ان في حد بيعمل فرح ولا بيعمل حفله ولا بيعمل، بل بالعكس هم مش عارفين، ما هو بقول لك مش عارفين تاريخ، مش مذاكرين تاريخ البلد دي. احنا واحنا في الجبهه كان الشؤون المعنويه والقوات المسلحه والدوله المصريه كانت بتعمل لنا حفلات بتجيب فيها كبار الفنانين في الجبهه. ايه علاقه ده بده؟ انتوا بتعملوا ايه في البلد دي؟ انتوا بتصنعوا اي فتنه في البلد دي؟ يعني انا شفت كل الفنانين وانا في الجبهه في الوحدات بتاعتنا كانوا بيجوا متطوعين مشكورين، بيجوا رفهوا عن العساكر وبيخرجونا من مود الحرب والقتال. ايه دخل، ايه ده يا استاذ خالد، ايه دخل دم شهداء استشهدوا في مسجد بانتخابات الاهلي؟ برايك ما ده، انا اللي هسال سيادتك السؤال ده، برايك ما الداعي
او ماده كده او ما ذلك الذي حدث في انتخابات الاهلي. رد يعني انت عايز تفهمني ان دي يعني دي قناعه شخصيه؟ يعني هذا التوظيف الفج في فكره صناعه الفتنه والمتفجرات وعرب شركس وتجاره بدم الشهداء ده لمين؟ ده مجاني يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعني يكشف دائما ما هو مستور وما هو مخبأ. طب انا اقول لك، انا ممكن اقول لك على حاجه ثانيه؟ قول يا فندم. وانا من الاسف الشديد ازعجتني اشد الازعاج. اتفضل يا فندم. برضه الكابتن احمد شوبير كيف يزج باسم تامر الشهاوي في خلاف انتخابات؟ وانا رايي ان تامر الشهاوي خطأ وطني جسيم، وانا لو من لهذا الوطن لا يجب ان تكسر بصلته الى هذا الحد. انا ابن المؤسسه العسكريه. بس اسمعني بس يا استاذ كريم، انا عايز اتكلم. بص سكت، اصبر عليا، انا هخلص اللي عندي واسالني زي ما انت عايز. انا عايز اتكلم ايه في انتخابات بعد ساعات، وعايز اتكلم في احنا يعني انا هقول نقطتين وهسكت. ماشي. اما يدخل تامر الشهاوي علشان يشيد بالعمري فاروق، وتامر الشهاوي كان في هذا الوقت في جهاز سيادي يخص القوات المسلحه، ويكشف ما هو مستور لهذا الجهاز. انا فلان كان بيتعاون معاه مش بيتعاون معانا، هذا لا يليق. هذه قواعد عامه تعلمناها واحنا في الكليه الحربيه. الجهاز ده اسلوب عمله وطريقه تفكيره لا يجب ان تطرح للعلن. تمام. من المتعاون؟ استناني يا سيدي، استناني يا سيدي. انا قلت لك انا استغل انا هكمل لك. احنا بنكسر بوصله وطن ان انا افصح عن ان انا يعني العمري فاروق، ايه علاقه المخابرات الحربيه بالعمري فاروق عشان يقول احنا كنا بنتعاون؟ ده كلام يجرحني. يا سياده العميد، يا سياده العميد، انا عندي دقائق محدده. طب اتفضل. عايز اتحدث فيها عن انتخابات النادي. اتفضل. حضرتك اتكلمنا واوضحت فكرتك، تعالى نتحدث لماذا حدث في النادي في تلك الانتخابات ما لم نره في جميع الانتخابات؟ لماذا؟ هل عندما لا يجد الاخر ما يقوله من اجل ما سيفعله يضطر الى تكسير عظام والى التهوين مما فعله الاخر؟ نتكلم في هذه الجزئيه. يعني انت عارف هي مشكله الفساد دايما، فساد دايما مشكلته انه يدور في الخفاء لكن تشم ريحته. الفساد تشم ريحته لكن ربما تعجزك ادواتك من انك انت تمسك بتلابيبه على حد التعبير العربي، لكن تشم ريحته. دي انتخابات؟ يعني اللي انا شرحته ده واللي هكمله دي انتخابات؟ كمله في نطاق النادي بعد اذنك. ما هو ده في النادي. هو يعني فكره ان انا بنحاز للعمري فاروق على حساب وطن وعلى حساب جهاز بالغ الاهميه في البلد دي. يا سياده العميد، احنا ناقص لنا نص ساعه، عايزين في النصف ساعه دي نقول حضرتك شاهدت انتخابات كثيره جدا في النادي الاهلي. لم ارى هذا. لا، لماذا؟ خالص. ليه؟ وانا عايز اقول لك، انا عايز اقول لك ده لا يمكن يكون صراع على رئاسه نادي ولا على المجلس. ممكن ان تفترض حسن النيه وان لك انا مش أنا بشخص. انا حتى لو انا عندي معلومات ان هناك مصالح ومصالح يا اخي، طب انا هقول لك على حاجه، عايز تعرف المصالح فين؟ انا اقول لك المصالح فين. انا لما ابقى برنامج مسخر وقناه مسخره للهجوم على طرف اللي هو المهندس محمود طاهر وقايمته، من حق الاعلام انه يبقى له انحيازات. انا موافق ان يبقى عنده انحيازات، ممكن قناعه، هو حر، انحياز. لكن اذا قلت رايي يبقى بره برنامجي، ده في يوم هو اسوا. انت حضرتك اعلام كبير ولك تاريخ طويل في الاعلام، وصارت مقوله مشهوره ان الاعلام اصبح اسير الاعلان. وانا اقبل على نفسي ان انا انحاز لقايمه اعلاناتها في ظهري. ده اسمه ايه يعني؟ حتى من باب احترام النفس. ما هو دي ريحه الفساد. انا عايز اربق بنفسي على ان انا ابقى طرف في مصالح وفي اموال، اقول شيلوا الاعلانات دي وانا بتكلم، علشان ما ابقاش لان راجل العمل العام يا استاذ خالد يجب ان يربق بنفسه ان يكون موضع شبهه. لكن اذا انا في اعلانات في ظهري زي ما تكون بتوجهني، هذا كلام يليق يا فندم؟ بتصل مرحله معينه ان انت لما تبقى كاشف وشك ولما يبقى ما عندكش حاجه تخسرها ولما يبقى القاسي والداني يعلم من انت فكتير جدا ما خلاص يعني ما خلاص ورقه التوت اتعملت، فخلاص ما عنديش مشاكل. اللي انا عايز اقوله وعشان هطلع فاصل وعايزه من حضرتك،
هذا الصراع وهذه الاستماتة علامة. الجميع يقول إنه من عمل تطوعي ومن أجل الاستماتة. وهل من الممكن أن تصل إلى هدف نبيل إن أنت تتولى كرسي الأهلي بتلقى الطرق الشاذة؟ هل يفعل هذا مصلح ولا يفعله فاسد؟ لا أنا عايز أعرف من حضرتك. لا اللي يعمل ده اللي يرقص على جروح وعلى دم وطن، اللي يستبيح مؤسسات، يستبيح أسرار مؤسسات، ده مش وطن، ده مش انتخابات. هذه بص اتفضل. أنا ليس من حقي إن أنا بقول لك، أنا الملاحظة اللي أنا لاحظتها إن في إعلانات بملايين في ظهرهم. هو المشاهد ده بيفهم ولا أنا بفهم أكتر منه؟ بفهم زي بالظبط. للأسف أحسن. أضحى النادي الأهلي يعير من بعض إعلاميين المنسوبين الذين كانوا في يوم من الأيام ينتسبون إليه، أصبحنا نعير من بعضهم، ولكن الحمد لله أنهم معروفون للجميع تاريخهم إذا كان لهم تاريخ. نطلع فاصل ونرجع.